زيارتنا مستمرة لمحافظة الوادي الجديد، أكبر محافظات مصر على الإطلاق، لأن مساحتها 440,098 كيلومتر، والنهاردة بينتشر الاستثمار الزراعي الجاد في كل ربعها، ونجح في القفز بمعدلات الأمن الغذائي المصري بصورة كبيرة. وزي ما قلنا لحضراتكم، محافظة الوادي الجديد اتغيرت تماماً بسبب مشروعات البنية الأساسية والخدمات والطرق والمناطق التجارية اللي تنفذت فيها، ده بخلاف إن محافظة الوادي الجديد بقى فيها فرص كتير واعدة في كل الأنشطة، وخصوصاً الزراعية والصناعية والتجارية، وهي في الأساس محافظة بكر، والفرص فيها متعددة والنجاح مضمون للمجتهدين والجادين. حضراتكم شفتوا معانا في حلقة يوم الخميس نموذج مبهر لزراعة الجوجوبا في مركز باريس على طريق الأقصر، وقابلنا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وأعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب. النهاردة هنتحرك لمركز الفرافرة على بعد 5 ساعات من باريس، وتحديداً هنتوجه لمنطقة سهل بركة، هنزور نموذج مفيش أروع من كده، أرض الدكتور، هم بيسموها كده هناك في سهل بركة، لأن صاحبها هو الدكتور أحمد راجح، استشاري طب أمراض النساء والولادة وجراحة المناظير والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وهو من أهم خبراء العالم في مجاله الطبي. وبالمناسبة هو ضخ في المشروع استثمارات ضخمة فعلا، لأنه طول عمره بيحلم بزراعة النباتات الطبية والعطرية الأورجانيك، وفعلا نجح في تصميم نموذج رائع على مساحة 5,000 فدان، وزرع النباتات الطبية والعطرية على أجهزة الري المحوري العملاقة، وأنشأ 13 بحيرة عملاقة بجد عند كل جهاز ري محوري لتخزين المياه والتخلص من عنصر الحديد في المياه الجوفية، ده بخلاف زراعة الليمون البنزهير والزيتون والنخيل وأشجار المهوجني والكمثرى. كمان أنشأ الدكتور أحمد راجح مدينة سكنية إدارية للمهندسين والعمال، وكلها مباني ممتازة بخلاف مخازن للآلات والمعدات ومناطق لتجهيز النباتات الطبية والعطرية الأورجانيك، يعني مفيش أروع من كده. تعالوا في البداية نقابل الدكتور أحمد راجح، استشاري أمراض النساء والولادة ورئيس شركة كايرو أروماتيك للإنتاج الزراعي والحيواني واستصلاح الأراضي. بجد استمتعوا بكلامه. دكتور، يعني آخر حاجة كنت أتصورها أن أنا أقابل استشاري النساء والولادة الدكتور أحمد راجح في قلب الصحراء. إيه اللي جابك هنا يا دكتور؟ بص يا محمد، أنا برغم أن الواحد فضل عند ربنا اهتميت بالطب جامد، واهتميت أن أنا أفرح الناس، واهتميت أن أنا أعمل جراحات حلوة في جراحة المناظير تعد من أوائل الجراحات على مستوى العالم. لما كنت بطلع مؤتمر برا ويقولوا لي دي تعمل مثلا في 3 ساعات، كنت بخش أعملها في 10 دقايق جراحة المناظير. الناس لو جيت تقول لهم برا ان الدكتور ده ممكن الاقيه في الصحراء، يقول لا 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 لا، ده مستحيل، ده ممكن واحد شبهه. ليه؟ من كتر النجاح الموجود في الطب. دكتور، المشوار ده بدا معاك من امتى؟ عايز اعرف. لا، مشوار الزراعه كله بدا من حوالي 7 سنوات. خدت ارض على مسكن ده الصحراوي، عمرتها كويس جدا وعملتها مزارع كويس جدا. اول مساحه كانت قد ايه بقى؟ كانت بدات في الاول في 100، بعد كده 200. كنت باخد اراضي يا استاذ محمد من الاراضي اللي كانت استرداد لجنة استرداد اراضي الدوله. انا كنت باخد في اول لجان تدخل المزادات بتاعت الدوله، تاخد مزاد واخد اراضي. عشان كده ما بحبش حاجه الا كل حاجه كلها ليجل، كل حاجه ارض مشاريعها قانونيه. انت من ساعه ما جيت هنا وانت بتحلم انك تزرع نباتات طبيه وعطريه اورجانيك، تمام؟ صح كده؟ تمام. هل بتخطط مثلا لحاجه طبيه تعملها، مستخلصات من زيوتها، من التقطير، ايه اللي كان في دماغك؟ احنا سالتك، طبعا احنا بنفكر دلوقتي ان احنا نعمل مصنع مستخلصات زيوت من نباتات طبيه وعطريه. بنفكر ان احنا فعلا سجلت بعض الادويه الموجوده من النباتات الطبيه وعطريه، بتساعد على المغص وتساعد على زيادة آلام بتاع السيدات وهي حامل. دخلت المجال ده كله في مجال يساعد على تقليل وتحسن صحة السيدة مع صحة الطفل أثناء الست وتكون حامل، ما شاء الله، من نباتات طبيعية عطرية. حلو قوي ده. الحمد لله. وسجلنا بعض سجلنا في المواد الغذائية، سجلنا فيها بعض الكبسولات وبعض الأعشاب اللي احنا هننزلها السوق دلوقتي. يعني انت كمان داخل على تصنيع اللي بتزرعه بالظبط كده. النظام التعاقد بتاعك مع المحافظه، انت قلت لي انا واخد ارض من المحافظه، واخد من شركه تريف مصر الجديد، واخد من المحافظه
2574 فدان. تمام. نظام التعاقد ايه بقى؟ تعاقد جزء نخيل وجزء زراعة نباتات طبية عطرية. إيجار بغرض التملك. إيجار بغرض التملك. الفدان ينتهي بكام بقى؟ الفدان ينتهي في الآخر تقريبا بيقول النسبة التقديرية الموجودة ب 22. 22 ألف. 22 ألف. طب وأرض الريف المصري؟ أرض الريف المصري أرخص من كده كتير طبعا. وفيها نسبة بصراحة. الريف المصري يا محمد عمل برضك مجهود جامد لأن الريف واخد الطرق. فخدنا 2600 فدان التانيين على طريق ديروط مقابلين لأرض المحافظة الموجودة عندنا عشان نمتلك الطريق بتاع ديروط. خلي بال حضراتكم، الدكتور أحمد راجح استشاري أمراض النساء والولادة ورئيس شركة كايرو أروماتيك للإنتاج الزراعي والحيواني واستصلاح الأراضي، تخرج في طب الأزهر سنة 1990 وأنشأ مركزه الطب الأول دار الأم في منطقة المقطم سنة 2003، والنهاردة بيمتلك 17 مركز وعيادة على مستوى الجمهورية، ونسب النجاح في جراحات المناظير تجاوزت 95% والحقن المجهري 80%. وهو في الوادي الجديد بيمتلك 2600 فدان من أراضي شركة الريف المصري الجديد، يعني خضعة لولايتها، و2574 فدان خضعة لولاية محافظة الوادي الجديد، والأرض بالكامل تجاوزت قيمتها كأراضي بور 105 مليون جنيه، وحجم الاستثمارات تجاوزت 300 مليون جنيه من سنة 2018، يعني كان من أوائل المستثمرين في منطقة سهل بركة. المساحات كلها حضرتك خططت انها تبقى زراعات اورجانيك، نباتات طبيه عطريه، أيوان، ونخيل، ايوه، وماهوجني، ايوه، صح كده، ايوه، وليمون وزيتون، بس في الاول يبقى ايه؟ يبقى اورجانيك. وزرعت بحيرات. وزرعت بحيرات ايه بقى ده؟ شفت يا محمد 12 بحيره ولسه بتعمل خمسه كمان. بسم الله ما شاء الله. بص يا محمد، ال 12 بحيره دول دي مكلفه قوي يا دكتور. دي بسم الله البحيره الواحده داخله في 2 مليون. البحيره الواحده يا محمد داخله في 2 مليون. ده 2018 لما بدأت ولا 2019؟ دي بحيرة واحدة صغيرة. دي بحيرة صغيرة. 6 7 سنتك. شفت البحيرات الكبيرة عاملة ازاي؟ بقولك ايامك فوق الدكتور. كان بركة من عند ربنا، وكان ربنا يبارك وربنا بيرزق عشان نقدر نعمل الأرض. النهاردة البحيرات دي ايه فايدتها يا اسم محمد؟ ما اتعملتش عياء كده ولا هباء، لا، اتعملت بحيرة لعدة أسباب. احنا عندنا مشكلة حديد. فبنعمل بحيرات عشان نرسب الحديد ده. هل لها فوائد تانية؟ وهل انت محتاج المساحات دي؟ انت عامل 12 واحدة بنفس المساحة دي. بسم الله ما شاء الله يا اسمحي من. تمام. بص الحمد، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. كانت عندنا في بير مرة في الابار، اول حاجة فوائد البحيرات دي كتير جدا. اول فايدة فيها الغاطس اللي موجود تحت، انت عارف ستك ان احنا نطلع المية بكهرباء نظيفة عن طريق الطاقة الشمسية، لان احنا ده اورجانيك، ما احناش عاوزين ندخل فيه اي غاز ولا اي جاز موجود في قلب الايه، في قلب المزرعه. فبناخد الكهرباء من عن طريق الطاقه الشمسيه في قلب الغاطس اللي موجود على عمق في قلب البير، اللي هو الابار تقريبا 970 متر، مركبين الغاطس على بعد 80 90 110 متر، بتطلع الميه بطريقه باسف، بطريقه سهله تخش جوه البحيره. ادي حلول حاجة المهمه. حاجه اكبر بقى ان انا بقدر اتحكم في كميه الري، سواء كان ليلي بالنهار بطلع اخد بالنهار عن طريق الطاقه الشمسيه، واخد من البوستر لما الجو يرطب اضخ القلب الزرع، بحيث الزرع في فصل الصيف ما يبقاش مجهد من حراره وميه تحتيه بالنهار، فبرويه بالليل بطريقه ايه؟ بطريقه جميله. انت عامل كل بير مع البحيره بتاعته الطاقه الشمسيه بتاعته، ومولد احتياطي صغير. ومولد احتياطي صغير. احتياطي صغير. لا هو ده مش صغير، ده كبير برضه. مولد احتياطي كبير. وبوستر يعني. وبوستر عايز اعرف منك حاجه. هو الفدان دخل معاك في كام تكلفه عشان تعمل كل ده؟ طبعا الفدان بنتكلم على بحيره، بنتكلم على بير، بنتكلم على جزر ري محوري وشبكات داخليه، كل ده يقف عليك بكام؟ بالبحيره، بالطاقه الشمسيه، بالغاطس، بالبيفت، بكله من 60 ل 75000 جنيه. من 60 ل 75000 جنيه. معقول؟ من البحيره النهارده معقول جدا. البحيره دي متكلفه تكلفه رهيبه. بس شوف سالتك تصميم البحيره عامل ازاي يا محمد؟ غير المشمع. ده غير المشمع. المشمع ده رقم فلكي، والحمد لله. وانت سالتك شفت البحيرات كلها بنفس الطريقه، ويمكن دي بحيره عندنا متوسطه واقل متوسطه شويه، احنا عندنا قد دي مرتين. المهوجني حكايتك مع ايه؟ المهوجني بقى يا محمد دي الحاجه اللي حلوه بقى. حبيت ان انا اعمل عامل 60 فدان مهوجني على الطريق جنب الاسعاف. حلوه الاسعاف دي؟ جنب الاسعاف اللي هو على الطريق اللي احنا شفناه. مشهورين احنا، المسعف ده عندنا في ارضنا. احنا مشهورين قوي بالكلمه دي.
عشان الدخله من عندك. الدخله من عندي. ربنا بيحبنا والله. ربنا والله عظيم. دور وجنب الاسعاف. اه والله ربنا بيحبنا. فعاملين 60 فدان مهوجني بسم الله ما شاء الله. النهارده حاجه جميله. عاملين غابه مهوجني ودي اول غابه تتعمل في قلب مدينه الفرافره. وقالوا لي يا دكتور ازاي هتعمل الغابه دي في الفرافره؟ قلت لهم يا جماعه الغابه احنا ما عندناش هنا اخشاب في قلب مدينة الفرافرة، فإحنا محتاجين إن في العهد 10 سنين الجايين هيكون فيه هنا كمية مباني كتيرة جدا، والناس هتحتاج بدل ما نستورد ونجيب أخشاب من برة، يبقى حتى 60 فدان يساعد شوية. مساحة النخيل عظيمة في أرض الدكتور أحمد راجح، هو زارع أشجار المجدول والخلاص والصعيدي والسكري، وبيتوسع في الزراعة بخلفات الأشجار، وما شاء الله بجد النخلة الواحدة عاملة أكتر من 11 و12 خلفة، يعني هيضاعف مساحة النخيل الحالية 10 أضعاف على الأقل خلال سنتين، وهو مخطط لمساحة 1500 فدان نخيل تعالوا نقابله في منطقة زراعات النخيل. وعلى فكرة الشجرة اللي بينا في اللقاء هي أول شجرة نخيل مجدول زرعها في المشروع. دكتور أحمد راجح من نباتات الطبية والعطرية ومن البحيرات لمنطقة النخيل. عارف إحنا عندنا في معزة كده ما بيننا وما بين كل نخلة. إيه اللي خلى حضرتك تفكر في زراعة النخيل؟ المساحات قد إيه؟ الأنواع اللي عندنا؟ بتخطط إزاي للنخيل في المرحلة اللي جاية؟ أنت سيادتك يا أستاذ محمد مش هتصدق إن أنا في أول وأنا في الجيش كنت طبيب للشيخ شعراوي. كنت بحكم شغلي كنت مستشفى اسمها في آخر. الله يرحمه كان عظيم. الله يرحمه ألف رحمه عليه. كان راجل من كل المقاييس، كان بسيط وسهل وكان سلس لقلوب الناس. فالشيخ الشعراوي كان عنده كمية نخل رهيبة جدا في قلب الفيلا، فكلت منها كمية من الخلاص والمجدول الموجودين والبرحي. فبقول له ايه وانا ده؟ قال لي ده نخل نوعه كذا وده نوعه كذا وده نوعه كذا. فساعتها يعني لما دخلت في الاستثمارات وحبيت ان انا اعمل استثمارات في المجال الزراعي، فاول ما حبيت النخيل. المساحات هنا قد ايه بقى اللي حضرتك مخصصها النخيل والتوسعات اللي جايه؟ بسم الله ما شاء الله المساحه اللي احنا مخصصينها زراعه نخيل في محافظه في ارض المحافظه 1500 فدان. 1500 فدان مره واحده هتزرعهم نخيل؟ نخيل ايوان. اللي احنا واقفين فيه ده دي انا شايفها امهات لان حواليها أيوة. فسائل كتير. ايوه حواليها فسائل كتير. دي بقت امهات ما شاء الله في مكان ما شاء الله وجبناها من مجال وزرعناها ام هنا انها امهات لما جينا وضبنا الارض. وستك اللي انت شايفه ده ابناء الامهات. الله اكبر ربنا يزيدك. عايزك تشرح لنا بقى الاصناف اللي انت اخترتها ايه وعددها قد ايه والمساحات اللي انت مخصصها لكل صنف. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا قوه الا ايه بالله. لا قوه الا بالله. عندنا هنا هو النخله بتحسد يا جماعه فعشان كده احنا ايه عشان نبقى دمنا خفيف على الراجل. انا بحب النخل جامد وحياتي كلها في النخل. بص يا جماعه النخله دي احنا حاطين لها كياب خطه المعموله 1500 فدان نخل في قلب ارض المحافظه بس غير ارض دي في المصري دي لوحدها. ارض المحافظه واخدين 1500 فدان نخل مخصصين منها حوالي 600 فدان هنزرعهم خلاص، والباقي كله هنزرع حوالي 200 فدان منهم مجدول. لا ده هنزرع 200 فدان بس اسمه محمد صعيدي والباقي كله مجدول. والباقي كله مجدول حتى كان عندنا جزء كنا محضرينه في قلب الصوب برحي مش هنزرعه في قلب فرافره. هتزرع فين بقى البرحي؟ هنزرعه في الوادي. صح كده هنزرعه في الدلتا هناك. بصوا يا جماعه عايز اشرح حاجه لمؤاخذه الدكتور بس بدون مقاطعه حضرتك. هو الدكتور ما خدش فلوس من بنوك خالص نهائي. هو راجل بيشتغل عنده عيادات عديده جدا، راجل من اهم خبراء العالم في الجراحات بتاعه المناظير وامراض النساء والتوليد وخلافه. الفلوس بياخدها من العياده يحطها في الارض دي. هو مقتنع ان الزراعه هي الامل، هي المستقبل، هي الامن الغذائي للبلد. ربنا يبارك لك. هي انا بص يا استاذ احمد انا بحب بلدنا قوي. انا مصري اصيل، مصري اصيل ومن ابناء الوادي. خلي بالك ما تقولش انت مولود مولود في الوادي الجديد. انت واحد من زينك قلت لي ايه؟ كان والدي كان من تعميل الصحاري، كان في تعميل الصحاري ايام عبد الناصر من الناس اللي جت هنا واتولد في الوادي الجديد. أيوان. وفتحت اول بير. ايوان صح صح. وسيادتك شفنا الفتوحات موجوده وشفنا الخير موجود. وقعدت هنا لغايه لما خلصت ابتدائي هنا لحد سنه 5 في باريس. في باريس صح في الخارجه واخد أولى وتانية وتالتة ورابعة وخمسة ابتدائي واخدتهم من مدرسة البنين بميدان الشعلة. ما عرفش موجود دلوقتي ولا لا بس موجود لسه ميدان الشعلة اللي هو أول مدرسة ابتدائي كانت في محافظة الوادي الجديد. حكاية المركز بقى المركز اللي أنا واخده في الوادي الجديد 67 فدان عامله منتجع سياحي ترفيهي
طبي وعامل فيه مستشفى جنب حديقة الحيوان. هيستخدم لأهل الواد الجديد يعني نفس تخصصاتك؟ أيوة. بس هنا في الواد تخصص الجديد. بقى اسمح محمد مستشفى كل التخصصات، وهنعمل فيها كل العيادات موجودة جنب المطار. ده عاملها خدمة لأهل الواد الجديد وللسياحة. وللسياحة طبعا. أيوة وللسياحة. ده أهم حاجة السياحة، أهلنا في المقام الأول، ولكن في سياحة، في السياحة لازم تلاقي حاجة تليق بيها برضو. صح يا محمد. بالمناسبة الدكتور أحمد راجح بيزرع في الصيف بشكل دائم الريحان وحشيشة الليمون، وفي الشتاء الكامومايل والشبت والبقدونس والكسبرة، وعنده محاصيل مستديمة زي النعناع البلدي والفلفلي والبردقوش وكمان الزعتر. عايز اعرف حاجه، 17 الله اكبر يعني 17 مركز للعلاج وبتروح تعمل عمليات جراحيه في كل هذه المراكز بنفسك؟ بنفسي ده غير مركز القاهره العملاق في المواطن المستشفى، وفي مركز كمان جديد اهو، ومستشفى وفندق صحي عالمي طبي، في حين انا فاهم ان انت هنا موجود على طول. بسم الله ما شاء الله. سيادتك انا بكون مثلا محافظه اسيوط، محافظه المنيا مثلا، في المركز بتاعك، في مركز المنيا، مخلصت مثلا الساعه 3 عندي 3 العصر وعندي في اسيوط بكره الصبح الساعه 9 او الساعه 10 الصبح. باجي هنا اشوف مهام هنا واطلع. هنا دي 4-5 ساعات. بس انت هنا دي 4-5 ساعات. ربنا مش هنا دي، انت مش رايح والله العظيم يا محمد قسم. انا بقول الناس ايه، ربنا بيطول الارض ليا والله. لا هو أكبر. ربنا بيطول الارض ليا، بحس ان الخمس ساعات دول اخدهم في ساعتين. تعرف برضو من الحاجات الحلوه اللي فيك ان ربنا مديك خفه الدم اللي مخلياك قادر تستحمل الضغط اللي عليك. الحمد لله فاطمه. يعني انا متخيل الضغط اللي عليك من السفر من الشغل ده، انت الجدع بجد مش احنا. والله يا استاذ محمد انا بحب الارض واحب امشي. السيد اللي هو محمد كان يقول لي بنتي ايه لما كانت بتعرض عليه الرسومات بتاعه المبنى الاداري الجديد، المبنى الاداري بتاع المنتجع الطبي، هي اللي عملته، هي اللي صممته مع دكتور من جامعه القاهره اسمه حمدي الصبحي. فكان يقول لها ابوك ايه، ابوك يا يا باشمهندسة الناس تنام وهو بيمشي في الجبال. ده المحافظ اللي هو محمد الله يبارك له، ربنا يبارك له ويبارك فيه. والراجل ده محمد اذا انا لم ترى عيني مثل هذا الرجل اللي هو محمد، كميه الاراضي اللي زرعت في الوادي الجديد لا يخيال حق. صحيح. ده صحيح. في فتره ايه، في خطه 5 سنين الاخرى دول ولا 5 سنين زرعت كميه اراضي بسبب اللي هو محمد. دي مصدق بيشجع يقول يحسسك ان انت بس بتزرع دي. انت هنا سهل بركه، سهل بركه دي كانت صحرا يا جماعه من 3 سنين. يا جماعه النهارده بنتكلم في 300,000 فدان. كنت لوحدي. صحيح. النهارده بنتكلم في 350,000 فدان. 350,000 فدان يا جماعه. والله يا جماعه اللي بعد الشوف كنت اشوف اراضي صحراء. انا اللي عامل اول طريق بعد ايه من طريق ديروت لحد ما دخلت عندنا هنا، وبقى توالد بعديه الشركات تاخد 5 وتاخد 10,000 فدان، والحمد لله الناس كلها زرع اراضي. بس انا شفت النباتات الطبيه في صناعه عامله ازاي عندنا، حاجه فخمه جدا يعني، بزيرو مبيدات، نباتات طبيه وعطريه زيرو مبيدات، تتحلل هنا في معهد البحوث وتتحلل الجزء الثاني في فرنسا. والارض مسجله، والارض مسجله نباتات طبيه وعطريه، والارض مسجله اورجانيك زيرو مبيدات. من الزراعات الواعده في ارض الدكتور احمد راجح اشجار المهوجني الخشبيه، مساحتها 60 فدان وهيتوسع فيها لغايه حوالي 300 فدان. هو مؤمن باهميه زراعه الاخشاب في مصر، ودلوقتي هنتكلم معاه عن جهات الولايه اللي تعامل معاها للحصول على الاراضي، وهي محافظه الوادي الجديد وشركه الريف المصري الجديد. خليني اكلم مع حضرتك على جهات الولايه. جهات الولاية حضرتك هنا معاك جهة الولاية المحافظة، ومعاك جهة الولاية اللي هي شركة الريف المصري الجديد. الآليات اللي حضرتك تعاملت بيها معاهم، هل حد ألزمك بتصرفات محددة في المية؟ هل حد ألزمك بزراعات معينة؟ عايز أعرف العلاقة بتتم إزاي؟ جهات الولاية بالنسبة لشركة الريف المصري اللي هو عمرو، اللي هو عمرو عبد الوهاب، اللي هو عمرو عبد الوهاب كان برضو من هو من ضمن الناس اللي كانت بتشجعنا وتسرعنا في موضوع الزراعة، وعملوا معانا حلقات تعرفونا كمية الاستهلاك بالنسبة للمية دي. وعشان كده احنا زرعنا كمية مهوجني كبيرة جدا جنب البيفيتات، لان استهلاك المية اللي خارج منها قليل، فبدأنا احنا نعمل كميات كبيرة من ستك من المهوجني زي ما ستك شايف كده عشان نقلل استهلاك المية حوالين البيفيتات. يعني احنا بدأنا بزراعة حاليا دلوقتي 60 فدان مهوجني جنب الاسعاف عملناهم وعلى الطريق، وبعد كده هنخليهم 210 فدان في على شهر 3 باذن الله. دي الشبكات اللي جاهزه 210 اللي جاهزه، اللي مزروع 60 مهوجني، المزروع 60 مهوجني. اللي يهم شركه الريف المصري استغلال المايه،
لكن حد ألزمك بأي زراعة محددة؟ بالضبط. لا هم مش مستعملين زراعة محددة، هم أرشدهم في المحاضرات اللي قعدناها مع المهندسين الزراعيين بتوعنا إن إحنا نعمل إرشاد شوية لموضوع استهلاك المية بالنسبة للنبات الموجود. عدد الآبار يا دكتور اللي مطلوبة من حضرتك في مساحة 2600 فدان من الريف المصري قد إيه؟ 11 بير. 11 بير ما تغطيش اللي انت عايزه. 11 بير ما تغطيش، فعشان كده بنوزع كمية المية على واحد زي المهوجني كده، استهلاكه المية قليل، زارعينه 5 في 5 يا استاذ محمد، زارعين حاليا دلوقتي 60 وهنكمل 210 عشان نقلل استهلاك المية عشان نقدر نوزع المية. طب لما بتطلب آبار جديدة إيه اللي بيحصل؟ لا ما ممنوعة. طيب المحافظة المساحات بتاعتها احنا بنتكلم في 2500 برضه المحافظه يعني المايه بتاعتها احسن شويه، يعني واخدين على بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني مزودين بير او بيرين زياده على المساحه الموجوده، يعني 2574 فدان عاملين فيهم 12 بير، فمغطيه معاك مساحات، مغطيه معايا مساحه اكبر شويه. الريف واخدين 2600 فدان واخدين 10 ابار. طبعا بتواجه مشاكل بسبب المايه، مشاكل بالنسبه للميه ما بتكفيش المساحات، فهم بيقولوا اللي تزرعوه ازرعوا لي اكبر كميه ممكنه 60% 70% من المساحه وسيبوا الباقي. ما حدش قال لك مثلا لازم تزرع محاصيل حقليه قمح وذره وخلافه؟ لا عشان احنا بنوزع نتوسع المحاصيل وبنوزع احتياجات الميه بالنسبه للمحاصيل الحقليه، او احنا زرعنا بطاطا طبيعيه عطريه فاحنا مهتمين قوي بالبطاطا الطبيعيه عطريه. ده حقك. وهو هما اللي هو عمرو نفسه مبسوط ان احنا زارعين بطاطا طبيعيه عطريه. تمام. وبيشجعنا على كده. وباقي المساحه يا استاذ محمد زارعين مثلا على كل بير عاملين بيفت 100 فدان بس، والباقي زارعينه زي ما انت شايف كده معاليك نباتات ايه؟ اقل شراسه للميه. بيجوا يبصوا ييجوا يراقبوا ييجوا يشوفوا. لا سنتك متابعين كويس. متابعات مستمره للمستثمرين. اه متابعات كويس سواء كان في الريف متابعات كويس جدا، في المحافظه، في المحافظه كويس جدا جدا. المحافظ بقى سيادتك بيجي بنفسه، المحافظ سيادتك وهو اللي بيجي بمعاليه بنفسه، هو اللي بيخش وبرده كله عمر برده بيجي، والمهندسين بيجوا بصفه مستديمه متابعين معانا في كل شتله بنحطها هنا بصراحه. يعني انت عندك عماله قد ايه هنا في المشروع؟ عندي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله حوالي 300 عامل، من 14 ل 20 مهندس، مهندس زراعي، منهم حوالي 30 فني بعديهم 30 فني. تمام. ومنهم والباقي عمالة. انا عندي عمالة بقى قاعدة بس مقيمة زي ما انت سيادتك رأيت استاذ محمد، في كل بيفت في اوضة اوضتين وصالة ومطبخ وحمام غير السكن الدائم، عشان يبقى جنب شغله، جنب قاعد جنب شغله جنب جهازه. والاكل بيتعمل البوفيه بتاعنا مركزي، في المركزي، وبتمشي عربيات توزع الفطار، بتمشي عربيات توزع الغداء، بتمشي عربيات توزع العشاء. والسكر والشاي بقى عاملينه وموزعينه بايه كل اسبوع، ياخد باكل شاي كل سكر، باكل شاي كل سكر، باكل شاي كل سكر، باكل شاي كل سكر. يعني بصراحه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا، سيبك انت عن زراعه، والله ما تلي لازم زراعه، انا لازم الناس تعيش، والله انا لازم الناس تكون مبسوطه، والله يا استاذ محمد انا قسما بالله جيت مره سكن هنا، قمت الصبح جيت حوالي الساعه 5 كده صحيت لقيت ان انا ما منتش بقى، لقيت ناس طالعه من السكن، انا قلت بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، من رزق هذا البشر؟ عدد طالع عليه، والله عدد طالع، اللي بينط حول الجرار، بينط حول البيفت، واللي مش عارف ايه، والعماله والسواقين واللي بيحشد واللي بيعمل واللي بيجمع. قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مين بيقبض الناس دول؟ السلام عليكم. الله وحده، والله والله وحده. انا نفسي قلت خفت احسد نفسي، قلت خش 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 خش، دخلت قلت بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عشان كده محمد الرزق ليس في ايه؟ الرزق يا جماعه مش في المال اللي انت بتجمعه، افتح بيوت وافتح مزارع وهتلاقي رزق اكتر. محاصيل الدكتور احمد راجح الاورجانيك بتتصدر لامريكا والمانيا وفرنسا وغيرها عن طريق شركات بتتعاقد معاه، لان ارضه معتمده كمزارع اورجانيك في الوادي الجديد، وبيتوسع حاليا في اراضي شركه الريف المصري الجديد بعد استصلاحها بالكامل وانشاء شبكات الري. بجد نموذج مبهر يا دكتور.